حضرتك ايه رايك في الانتخابات النهارده؟ والله الانتخابات كويسه جدا وماشيه طبيعيه ومفيش اي حاجه، وبعدين كل اللي داخل عارف نفسه هو ينتخب مين، فداخل محدش يعني بيكلم حد ولا حد بيفرض على حد اي مرشح ولا اي حاجه، وكل واحد داخل عارف نفسه هو ينتخب مين، فبيخش المعلم بقى يعلم على المرشح ده المعلم الكبير. حضرتك شفتي اي تجاوزات او حاجه حصلت النهارده؟ لا الحمد لله مفيش اي حاجه، ولا المره دي ولا المره اللي فاتت، الحمد لله.